مرحبا بكم في صحة مك. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة، التغذية والجمال. وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم راح تعرفوا على داء المقوسات ولا لاتوكسو بلاسموز. في رأيكم لاتوكسو بلاسموز تجي بسبب الحيوانات فقط؟ هذا خطأ. لاتوكسو تقدر تجي تاني بسبب ان بارازيت تصيبوه في اللحوم اللي ماشي طيبة مليح، بالإضافة للحيوانات المنزلية خاصة القطط. حذري، هذا المرض يقدر يشكل مشكلة كبيرة عند المرأة الحامل، على خاطر يقدر يسبب تشوهات ومشاكل كبيرة للجنين. من أسباب لاتوكسو الاحتكاك بالحيوانات وخاصة القطط والأدوات تاعهم. نلقاو ثاني استخدام أدوات ملوثة، مثلا سكين تقطعوا به اللحم يكون كونتاميني وما تستخدموه في تقطيع حاجة واحدة أخرى، بالإضافة ثاني إلى الخضرة والفاكهة كي تكون ماشي مغسولة بالشكل مليح. لاتوكسوبلاسموز مرض صامت لكن يدير ألم في العضلات والمفاصل، يدير تاني حكة وطفح جلدي، يدير صداع شديد وانتفاخ وكتل في الرقبة، وفي بعض الأحيان لاتوكسو تبان غير في التحاليل الطبية. باش تفاداو الإصابة بهذا المرض البسوا قفازات عند التعامل مع التربة، لازم تحافظوا على النظافة تاع اليدين تاعكم بعد لمس الحيوانات وأدوات المطبخ بعد ما تطيبوا اللحم، سبيسيالمون اللحم. لازم تغسلوا الخضرة والفاكهة تاعكم مليح مليح. ردوا بالكم من المنتجات الغذائية اللي تكون مجهولة المصدر، خاصة الألبان و الفخوماج. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعودوا تشوفوا صحة ماك سوغ انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير. تيزان تسون تي في، الهضم، مجموعة من النباتات التي تساهم في تسهيل عملية الهضم، تحفيز وظيفة الكبد واستعادة الراحة المعوية طبيعياً.